سلطان اللي أصدر أغنيته الجديدة بعنوان ناري ناري، ونجح بهالعمل أنه يمزج بين الأسلوبين التقليدي والعصري. وكاميرا صباح الخير يا عرب رافقت الفنان في جولة سياحية بمدينة طنجة، التفاصيل مع زميلة هيام شوفي. أول حاجة بدر مرحبا بك معنا على صباح الخير يا عرب، ودوينا اليوم على التواجد ديالك اليوم في مدينة طنجة. شكرا هيام، وتحية ليك وتحية لطاقم صباح الخير يا عرب. حنا اليوم متواجدين في مدينة طنجة، هذه المدينة اللي أنا كنرتاح فيها بزاف، وسبب تواجدي في مدينة طنجة بحكم الجولة الفنية اللي عندي، بحكم الجولة الصيفية اللي عندي. عرفنا اليوم على انك موجد لينا شي حاجه، شي سوربريز في الحلقه، شنو هي؟ كاين بزاف ديال المفاجات، لكن غنقول لكم في الانترفيو اللي غنديروه ان شاء الله في وجبه الغداء. انا عرض عليكم تغداو معنا، وحتى غتكون شي حاجه مغربيه، حتى نتقاسموا مع جمهور صباح الخير يا عرب وجبه الغداء اللي غتكون سوربريز. كي جاتك هذه المفاجأة؟ صراحة مفاجأة زوينة بزاف، حيث أنا عارفك أنت من عشاق الطبخ المغربي، وحتى أنا داك الشيء اللي جبتك لأحسن بلاصة يمكن تاكلي فيها مغربي. بدر، بما أننا جالسين في هذه الجلسة الجميلة بزاف، ما كرهناش تدوي لنا على جديد ديالك ناري ناري اللي لقى واحد تفاعل من طرف الجمهور ديالك. أغنية ناري ناري هي جديدي الفني اللي صدرته مؤخرا، هي من كلمات وألحان عماد مايسترو، والتوزيع كان الأكرم، والفيديو كليب كان المخرج صديقي المبدع أيوب بودادي. وهذا العمل الفني الجميل اللي اشتغلوا فيه بزاف ديال الناس اللي كنوجه لهم تحية بهذه المناسبة، والحمد لله عمل زوين، وعمل فيه إبداع وفيه إيجابية وفيه ألوان وفيه بزاف ديال الحاجات اللي احنا محتاجينها. ناري 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 هي بدلت فيا قلبت عليا، شطاري طاري طاري الدنيا زدتيني كيا لعبتيها بيا. من بين الاسئله اللي كتروج اولا من طرف معجبيك ولا الاصدقاء ديالك ولا الناس اللي كيبغيو بدر، انا بعدا شخصيا مؤخرا كنت في مهرجان موازين والتقيت بالفنانه، كان عندي معها مقابله الفنانه ابتسام تسكات، والعصفوره ديالي قالت لي انك كاين شي عصفور، ماشي غير عصفوره وحده، قالت لي على ان المهم كاين شي صلح بحكم ان شي 8 سنوات وانتم على خصام. دوينا اليوم شنو تم؟ شوفي انا صراحه انت عارفه اني ما كنبغيش ندوي بزاف في هذه المواضيع، لكن مادام هو موضوع ديال الصلح فاكيد ندوي فيه. شوفي انا كنحترم جميع الفنانات، وابتسام كانت بيناتنا صداقه وكان كيجمعنا مدير اعمال واحد، فبالعكس وكينو لها كل الاحترام. وفاش وقع هذاك الخصام الى لاحظتوا ولاحظ الجمهور الكريم ان ما عمري دويت على ابتسام، ولا ما عمرو كنت خرجت بشي انترفيو وقلت شي كلمه غير لائقه في حقها، لان انا دائما انا كنحترم المراه بصفه عامه، فما بالك بانسانه اللي كانت قريبه ليا وصديقه وفنان اللي معايا في المجموعه. فمؤخرا تواصلنا انا وابتسام وكاين صلح، يعني صلح من بعد هذه السنوات، فكتبقى انسانه زوينه وكنتمنى لها كل النجاح، لا هي لا جميع الفنانات المغربيات. صيم مراكش دلالي راه تغير حالي، ها دولي زور الوالي الوالي داوي حالي. بدر، دابا وصلنا الفقره ديال الاسئله السريعه، ونتمنى انك تجاوبني اسئله يعني يكونوا اجوبتك سريعه. صافي مرحبا، ونقدر ناكل في نفس الوقت؟ اكيد فيا الجوع. مصباح وانا كنت مشاو. بدر من محبين الاكل. ضروري. دونك الطنجيه ولا الطاجين؟ صراحه هما بزوج عزيزين لي، لكن انا غنفضل الطاجين. السفر ولا البيت؟ شوفي انا واحد انسان بيتوتي، لكن في نفس الوقت عزيز عليا السفر، انا من عزيز عليا السفر ونتحرك ونكتشف وكل شيء. كيقول لك واحد المثل، اللي جال احسن من اللي عاش. المغرب ولا بلجيكا؟ بلادي يا زنت البلدان، يا جنة على حد الشوق، يا ارض كريمه مضيافه وجمالها ناطق بحروف. اكيد المغرب. بدر، للاسف وصلنا نهايه الحلقه ديالنا، وما كرهناش نختموها بشي مقطع غنائي من الاختيار ديالك.
صافي انا غادي نغني لكم واحد المقطع مع واحد الاله اللي عزيزه عليا صراحه، اول مره غنعزفها في حياتي حدا كويا وحدا مشاهدي صباح الخير يا عرب. هذه الاله سميتها اله القنبري، هي اله مغربيه عريقه. يلي تجمعوا عليك اهل النية ويا الصينية، تكلي ونسوك فين حبابي وماليا ويا الصينية. تبارك الله عليك بدر، ربي يخليك الله يحفظك. شكرا لك هيام، وشكرا لبرنامج صباح الخير يا عرب بكل الطاقم ديالو، الطاقم الجميل اللي كنوجه له تحيه بهذه المناسبه، وشكرا للجمهور ديال بدر سلطان اللي دائما مساندني ودعمني. واكيد حنا في طنجه، قبل ما نختم هذه الحلقه ضروري غناخذ هيام تاخذ او تشرب شاي على الطريقه الطنجاويه اللي اسمه شاي شمالي. يلا نمشيو، ليتس جو. يعطيك ألف عافية هيام، وألف مبروك للفنان بدر سلطان على الأغنية الجديدة.